الله الرحمن الرحيم. اهلا بحضراتكم وحلقه جديده واحد من الناس. كلنا عارفين ان البنات الطف الكائنات زي ما اطلق عليهم الشاعر العظيم صلاح شاهين، لكن مع مرور الايام واختلاف الظروف وطبيعه الحياه تتحول الطف الكائنات الى اقوى الكائنات واجدعها واشطرها كمان. بتتحول الى حكايات جميله بتؤكد ان البنت ما تقلش في مشاعرها واحتمالها وقدرتها على تحمل المسؤولية عن الولد. الحكاية اللي معايا النهاردة بطلتها ست بنات اخوات، منهم 4 مؤهلات عليا واتنين لسه بيدرسوا. اقنعوا والدهم ان هم يقفوا جنبه ويساعدوه واشتغلوا معاه في قهوته البلدي باسكندرية. الاب كان دايما حزين لان ربنا ما رزقوش بولد يسنده ويشيل عنه، لكن لما شاف بناته بقى فخور بيهم وبانهم عوضوه عن الولد. تعالوا نروح القهوة ونشوف بنات عم محمد عبد الحميد بيعملوا ايه. يا ابو البنات، عشان معايا 6 شغالين معايا وهم اللي شايليني وسنديني، وانا بنعتمد عليهم وبنيجي الصبح انا، بعد كده نقعد معاهم لغايه الساعه 4 ونمشي، بعد كده تيجي دنيا ومروه يستلموا. والحمد لله يعني ربنا كرمني بسببهم وبسبب رزقهم، الحمد لله مستوره وتمام ومية مية. يكفي ان هم بيخافوا عليا وشغالين، ومنين ما نقول لهم تعالوا ييجوا، ومن قبل ما نقول لهم تعالوا بييجوا، وكويس الحمد لله. يعني كنت اداب، وانا تاني واحده من اخواتي الكبيره للدنيا. احنا في الاول خالص احنا اللي عرضنا على بابا ان احنا ننزل نساعده هنا في المكان، لان احنا شفناه ان هو بيتعب. هو في الاول كان رافض خالص الفكره ديت وكان خايف علينا. هو في الاول ممكن بس كانوا الناس مستغربه ازاي بنات واقفه في المكان دوت وكده، بس بعد كده واحده واحده اثبتنا لهم ان احنا لا نقدر نشتغل ونقدر نسند بابا ونقدر نواجه اي حاجه، وبالعكس كانوا فرحانين بينا جدا. وانا بحاول اوفق ما بين الدراسه وما بين الشغل برضو، يعني في ايام بروح فيها الكليه الصبح وباجي بساعد بابا بالليل. التعاون اللي ما بيننا مخلي الشغل كويس. في البدايه هم لما قالوا لي يعني وكده، قلت لهم وصلتكم لمرحله يعني سنيه ان انتم ممكن تاخدوا قرار مع نفسكم يعني، وشوفوا انتم عايزين ايه بالظبط يعني وكده. فانا لقيتهم متحمسين للموضوع ان هم يساعدوا باباهم، فسبتهم يعني ان هم يساعدوه يعني وكده. والله هو في انتقادات توجهت لي برده ان هم البنات ازاي يشتغلوا يعني وكده، فانا واثقه في تربيتهم يعني هم يتصرفوا ازاي وكده. هو بس ما بيصعبوا عليا عشان الشغل طبعا مجهود عليهم، دراسه وشغل وكده، هم واقفين ازاي وبيتعاملوا ازاي يعني. هو فرحان بيهم جدا يعني. بنبقى حريصين جدا في برنامج واحد من الناس على مدار سنين طويله ان احنا ننزل وننقل معاناه الناس أهالينا في القرى والنجوع ومشاكلهم هناك. والحقيقة كنا من أكثر من 5 سنوات كنا نزلنا محافظة الغربية ونقلنا مأساة الناس هناك في واحد من الناس والمعاناة بتاعتهم. تعالوا نفكركم بمشاكل الناس في هذه الفترة. مجاري تعبان، ما فيش مجاري، يعني البلد معدومة معدومة خالص. المياه نيلة بعيد عنه، هروب بنشرب هروب، ودلوقتي بنطلع نجري على السكك لنا من البلاد التانية. طول الصيف ما فيش عندنا مية خالص، والمجاري كل يوم طفح، لأن المجاري اللي احنا مدخلينها دي مجاري أهالي الكرية اللي مدخلينها. زي ما شفنا أوضاع الناس كانت صعبة جدا في محافظة الغربية، والحقيقة كانت مشكلة كبيرة، لكن الحمد لله من خلال المبادرة الأضخم في تاريخ مصر، مبادرة حياة كريمة لإعادة بناء البنية التحتية في قرى مصر، سافرنا محافظة الغربية للمرة الثانية.
عشان نشوف ايه اللي تم فيها والاعمال الخاصه بتركيب مواسير الصرف الصحي في قريه دمنهور الوحش التابعه لمركز زفته، والعمل هناك بيجري على قدم وساق وسط فرحه الاهالي اللي اخيرا هيلاقوا حل لمشاكل الصرف اللي كان بيعمل لهم امراض واوبئه كتيره. تعالوا نشوف التقرير عشان نقارن كيف كنا وكيف اصبحنا الان في محافظه الغربيه في واحد من الناس. بدأت شركات الصرف الصحي بمحافظة الغربية تنفيذ مراحل المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتحسين الخدمات بقرى المحافظة، واليوم وبعد بدء أعمال التطوير بقرية دمنهور الوحش التابعة لمركز زفتة بمحافظة الغربية، ذهبنا لنرصد أحوال المواطنين بعد هذا الإنجاز العظيم. المشاكل اللي كانت بتجيلنا كل يوم، الناس بتشتكي ان الصرف ضارب في الارض في البيوت ومنشح في بيوتهم وبيوت كلها ميه. من اكتر من سن 65 سنه ما حصلش اي مشروعات تمت بالسرعه ديت ولا في يعني الامكانيات ديت. بعد التركيب وبعد الشغل ده تبقى كاننا عايشين في المدينه، وتبقى بلد نظيفه كمدينه زي المدن اللي كانت عايشه، احنا ما كناش عايشين. الصرف الصحي كان بيبهدل البلد بهدله شديده جدا، ومفيش الامكانيات عند الناس انها يعني تعمل اي مجهودات ولا اي حاجه، وكانت الحياه بائسه جدا وصعبه جدا، والناموس والهموش والذباب والحاجات دي كلها والحشرات. اما دلوقتي الحمد لله رب العالمين، بدايه من الصرف الصحي ففيه نظافه وفيها يبقى فيه يعني حياه سعيده وحياه جميله. نشكر القائمين وسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي جعل لنا الحياه كريمه فعلا، ونشكر القائمين على مبادره حياه كريمه. مبادره حياه كريمه افضل حاجه وانظف حاجه فعلا، خلت البني ادم عايش بكرامه وبنظافه، والناس حاسه بالنقله اللي هي من الاول من ايام ما كانت المجازر بتضرب. طبعا بقى في فرق كتير. احنا في البدايه بنشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادره المحترمه ديت، اللي هي تقريبا يعني الريف اللي كان معدوم ومحدش يعرفه ومحدش حاسس بيه بقت في حياه، وطبعا حاجه في منتهى السعاده، وتقريبا في مشاركه مجتمعيه من الاهالي. فطبعا احنا يعني مش عاوز اوصف لحضرتك السعاده اللي هم موجودين فيها حاليا. يعني احنا مستمرين في عمل الخير، وبندعوكم جميعا للتجارة الرابحة مع الله سبحانه وتعالى. والنهاردة احنا نزلنا نوزع لحوم على اهالينا الغير قادرين والارامل في سمسطة محافظة بني سويف، بالاشتراك مع جمعية الارمادة المحترمة، واحنا مستمرين في توزيع اللحوم ان شاء الله في جميع محافظات مصر. نشوف التقرير. النهارده في محافظه بني سويف مركز سمسطة، تحديدا في قريه تضامن 2، النهارده بنوزع طن لحوم مجمده. جمعيه الاورمان بالتعاون مع برنامج واحد من الناس بنوزع طن لحوم على عدد 500 اسره بمعدل كل اسره 2 كيلو. طبعا بنستهدف في توزيعاتنا دايما على القرى الاكثر احتياجا. في مركز سمسطة طن لحوم ومركز الفشن طن بمشيئه الله تعالى.